طيب الفقرة دي بالنسبة لنا فقرة مهمة جدا، فقرة عن الآثار وتاريخ العمارة، بس الموضوع ما جبناش بقى العمارة الإسلامية ولا جبنا تاريخ الأهرامات، إحنا جبنا كومباوند كده 86 عمارة قبل الأهرامات أو قبل بناء الأهرامات ب2000 سنة. موجود فين؟ في عين حضرة في طريق شرم دهب. المشروع ده مشروع 86 عمارة زي ما احنا قلنا دلوقتي، كنت لسه بتكلم طبعا مع دكتور خالد سعد، يعني هو اكتر واحد هيعرف يعني هيقدر يعرفنا كل التفاصيل الخاصة بالمشروع ده، وفي نفس الوقت كمان هم عرفوا ازاي. دكتور خالد سعد طبعا مدير الإدارة العامة لآثار مقابر التاريخ، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، منور منور برنامج عقار. الله يخليك يا فندم. محتاجين نعرف منك بقى يعني ايه الكومباوند اللي 68 او 86 عمارة، وفي نفس الوقت كمان هو من يعني 2000 سنة قبل الأهرامات. هنبدأ من نقطة مهمة جدا، ألا وهو أن ظهرت من حوالي 20-30 سنة مجموعة من الأفكار وعلى السوشيال ميديا، ومجموعة من الادعاءات بأن المصريين مش هم اللي بنوا الأهرامات. كويس. وقالوا أن في اليهود اشتركوا في بناء الأهرام، الكلام اللي حضرتك ناس كتير قال لك ده فضائي، الذين عادوا من الفضاء كده ومواضيع كده كتير قوي. ده طبعا كلام مردود عليه بشكل علمي. ليه بقى؟ لان ليه الاهرامات؟ هنبدا من الاهرامات وهنرجع بقى بعد الاهرام قبل الاهرامات. قبل الاهرامات ليه الاهرامات بتمثل نوع من انواع العماره الغير تقليديه اللي غير مسبوقه في العالم؟ مفيش اي دوله في العالم عندها اهرامات. اي دوله في العالم عندها، حتى المكسيك اللي بيسموها منطقه الاهرامات هناك ما هيش اهرامات. هي واخده الشكل المثلث بس مش اهرامات. الاهرامات ده بناء معماري متكامل. في الجمعيه الدوليه للعماره في انجلترا صنفت الهرم الكبير باعتباره اكمل عمل معماري على وجه الارض، اكمل عمل معماري. وده ليه؟ لأن أي عمل معماري، أي عمارة، أي عقار، أي منشأة معمارية موجودة على وجه الأرض فيها نسبة خطأ. أقل عمل معماري على وجه الأرض فيه نسبة أكيد خطأ أكيد هو الهرم الأكبر. والهرم الأكبر الإعجاز العلمي فيه إيه؟ الإعجاز المعماري العلمي فيه إيه؟ إن الهرم مبني كقاعدة مربعة منضبط على أطراف الكون. على أطراف الكون؟ يعني الضلع الشمالي في اتجاه الشمال بالظبط. الانضباط العلمي في العمارة بتاعت الهرم هي إن قاعدة مربعة منضبطة على أطراف الكون. يعني الضلع الشمالي في اتجاه الشمال، الضلع الجنوبي في اتجاه الجنوب. لو أنت جبت أي عمارة لها قاعدة مربعة وضبطتها على أطراف الكون تعمل في المحيط ده، محيط المربع ده محيط حيوي. حيوي؟ ايه هو المحيط الحيوي؟ اللي هو بتمنع تحلل المادة العضوية. فهو قبل فكرة إنشاء التحنيط. هو عايز يحافظ على الجسم، يبقى شوف العمارة ساعدتني في إنشاء علوم أخرى. أنا أحافظ على بالظبط. طيب الإبداع بقى الآخر في العمارة بتاعت الهرم، إن الكتل الحجرية اللي مبني بيها الهرم اللي هي بتتجاوز من 600 كيلو أصغر كتلة حجرية إلى 45 طن أكبر كتلة حجرية. يا نهار أبيض. تمام؟ بدون وينش. هو أنا يعني اللي أعرف إن هما كانوا بيصبوها في مكانها. لا. أمال. خالص. دي كتل مقطعة محجرة من محاجر كوتسيكا والحلوان وترى. والمحاجر ثابته وعمال المحاجر كاتبين ومسجلين، وتقطع من الحته الفلانيه وتقطع انا مش عايز افاجئ حضرتك، في الدوله الحديثه عندنا في الحضاره المصريه القديمه كان بيتعمل المباني الجاهزه، المباني الجاهزه اللي هي بتتقطع وتتصنع في المحجر وتروح تتركب، اللي هي دلوقتي بقت موجوده في اوروبا، واللي هي الحوايط الجاهزه. انا بركب لا ده بقى العماره كامله الجاهزه، عمارة كاملة. فالإبداع المعماري في الهرم كان في كيفية لصق الكتل الحجرية بدون مادة لصقة. ده بشفط الهواء؟
كان بشافط الهواء صح. هو ده بقى اللي ايه مشاع عشان ايه هو كمان ده برضو كمان مشاع طبعا. لا ده احنا كده معلوماتنا كلها ما عشان كده احنا ايه احنا علماء مصر في الفترة الأخيرة أعادوا إعادة تصحيح التاريخ المصري ليه؟ لأن التاريخ المصري ده كتبه لك أجانب من حوالي 200 سنة، فأنت ابتديت تعيد تصحيح ما كتبه الأجانب في 200 سنة عن طريق بقى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. هنشرح بمنتهى البساطة الحجر اللي مبني بيه الهرم عبارة عن حجر رسوبي. رسوبي؟ أنواع الأحجار هنتكلم عن النقطة دي عشان دي نقطة مهمة جدا، وهنأكد عليها إنك لما ترتد في إنشاء العقار بتاعك إلى الخامة والمادة الطبيعية تنال فترة أطول من الحياة. كل ما تلجأ إلى الوسائل المصنعة تنال فترة أقل من الحياة، هنوضحها دلوقتي. لكن المصري القديم كان عنده نوعين اتنين من الأحجار، نوع اسمه رسوبي ونوع اسمه ناري. الرسوبي اتسمى رسوبي عشان بتترسب فيه الكائن الحي، بيترسب فيه الكائن الحي جواه. زي ايه بقى؟ زي الحجر الجيري والحجر الرملي والحجر التباشيري. والناس اللي كانوا بيقولوا ان الحجر احجار الاهرامات اتصبت واتبنى بيها الهرم، الكلام ده طبعا عاري من الصحه. ليه؟ السبب ايه؟ ان داخل احجار الاهرامات موجود فيها فوسيلز، موجود فيها فيرتبريت. فانا مش هصب حجر واحط جواه الفيرتبريت، لان الفيرتبريت ده ليه عمر زمني جيولوجي بيتقاس عن طريق علماء الجيولوجي. صح. طيب عندنا في الضلع الغربي للهرم بعض الكتل الحجريه فيها الربس، الضلوع متحجره. طيب ليه بقى؟ لان عمر الحجر اقدم بكتير جدا من عمر الهرم. طيب يعني لو احنا حبينا نرجع دلوقتي على الصور بتاعه المباني دي اللي حضرتك، ما انا جاي لحضرتك بقى عشان اوضح، انا بس عايز افهمها ليه، علشان خاطر انا شفت دلوقتي في الفيديو او شفت في الصور لقيت ان برضو نفس الاحجار دي هي نفس الأحجار. لا ده حجر رملي، ده حجر رملي بس برضو من الرسوبي. طب هاتولي كده الصور بعد اذنكم يا جماعه ممكن. دي احجار رملية، ده مبنى صح كده. دي احجار رمليه برضو رسوبي. رسوبي برضو. يعني الحجر الرسوبي هو اكتر حجر ممكن يعيش؟ لا، اكتر حجر بيتبني بيه لين عشان اقدر اعمل فيه نوع من انواع التشكيل. لكن اكتر حجر صلد يقدر يتحمل التقل هو الحجر الناري. الناري، تمام. طب لو احنا بقى حبينا نرجع للصور شويه، نقول بقى فهمنا بقى الموضوع ده. الهرم الكبير بقى اتبنت الكتل الحجريه بتاعته بدون ماده لاصقه. طب اتربطت مع بعض ازاي؟ اتربطت عن طريق اثناء تقطيع الكتل الحجريه بينزل منها بودر. البودر ده بتحط عليه ماده صمغيه طبيعيه زي فكره الاسمنت. لا، دي ماده طبيعيه بتتحلل مع مرور الزمن. وبتلم الكتلتين كانهم كتله واحده، لان الماده اللي معجون فيها الماده اللاصقه هي ماده طبيعيه، والبراده والماده الصمغيه ماده طبيعيه. بالظبط كده، فبيبان ان الهرم كله يبدو كانه كتله واحده. طب الفكره دي جت منين بقى؟ جت من عماره المصري القديم قبل الاسرات او فيما قبل التاريخ. ان هو استخدم السلابس، يعني طلع اصلا هو عنده المعلومه دي واخدها. طب هو من 2000 سنه بالظبط كده بقى، صح كده. يبقى المهندس المعماري حين ايونو اللي بنى الهرم الاكبر اللي لا زال الى الان يتربع على عرش احسن مهندسي العالم، مين اللي علمه؟ اللي علمه إمحوتب اللي هو المهندس المعماري بتاع الملك زوسر. طب مين اللي علم إمحوتب؟ مهندس معماري آخر وآخر وآخر وآخر، هما اللي عملوا الأجندة المعمارية عشان توصل لفكرة الهرم. طيب يعني الهرم كده ده هو التطور الطبيعي بتاع لا هقول لحضرتك ده التطور الأسهل. رأيك كمان الأسهل؟ الأسهل، لأن العمارة بتاعت عصور ما قبل التاريخ هي الأصعب. ما أنا عايز بقى أشوف بقى، أنا عايز أعرف الـ86 عمارة دول اتعملوا إزاي. طبيعة الأرض هناك
ما احنا بنقول لازم في منطقه اسمها عين حضره. عين حضره اولا العماره دي منتشره، هي دي عماير جنب بعضها كده. اه بس احنا عايزين نركز على النقطه دي. بص حضرتك على الصوره دي، صدق. الصوره دي فيها ايه؟ فيها مش انت لما بتيجي تنشئ عماره بترمي ليها اساس؟ اه الاساس ده عباره عن ايه؟ عن حصيره. بالظبط صح. آه. هو ده الاساس. ان دي الحصيره لا دي الـ 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 الكتل الحجريه القائمه، يعني في كتل حجريه قائمه بشكل راسي ثم كتل حجريه عمودي بشكل افقي او افقي. اه تمام. لما نيجي نشوف الفرق ما بينها وما بين الحجاره او العماره الحديثه، تلاقي ان العماره الحديثه الروابط بينها روابط اسمنتيه حديثه. طب المصري القديم قبل الحضاره المصريه القديمه اللي هم اجداد الفراعنه، اجدادهم بنوا ازاي وزود سمنت؟ نيجي بقى نوضح حاجه كمان. أي بص بقى حضرتك مثلا ده نموذج من النواميس او من العماره البدائيه. بص حضرتك المدخل، لا ارجع كده الصوره اللي فاتت. المدخل اي شباك في العالم، اي باب في العالم حتى الان، حتى الآن مش بيتعمل له عتب؟ معمول عتب، معمول له عتب اهو. طب يعني معنى كده ان انت لازلت الى الان بتستخدم الطريقه بتاعت ما قبل التاريخ. ان طول الحضاره المصريه القديمه بيستخدموا برضو العتب. يعني معنى مين اللي ارسى قواعد علوم العماره المصريه القديمه؟ اهو قدام حضرتك. طب العماره دي عماره مثقفه. مثقفه؟ يعني ليها سقف. طب بس السقف بتاعها ايه؟ السقف من الحجر الرملي برضو. برضو؟ من السلابس. يعمل ايه بقى؟ يجيب القطعة المثلثة ويعمل للجزء الأكبر في القطعة المثلثة ليها قواعد من الداخل محشية بالكتل الصغيرة. فتقوم تشيل الكتلة على الطاير. يا نهار أبيض. وتتقابل الكتل اللي على الطاير بيدياك الشكل المعماري الدائري. لا طب دكتور خالد أنا عايز أقول لك على حاجة، إحنا لو إحنا حبينا ننزل الحلقة اللي جاية أو اللي بعدها بالكتير نحاول ننزل نتفرج على الكلام ده على أرض الواقع. سوف تحصل على مادة فيلمية لم تدرك في أي قناة عالمية. طب وعد نعمل ولا الناشونال جيوغرافيك. طبعا. بجد؟ طبعا. والله. وأوريها لحضرتك كمان إن العمارة دي اتعمل بعد فترة منها إعادة تخطيط للعمارة. يعني ظهرت إيه بقى؟ الأوض والغرف وأماكن التخطيط المعماري بقى الطبيعي. يعني العمارة البدائية كانت دائرية ثم بعد كده مستطيلة ثم مربعة. ده بقى ده احنا بقى الأهرامات دلوقتي ده هي كده بنية حديثة. شفت بقى طبعا. شفت أنت قلت إيه؟ دكتور خالد أنا بشكرك جدا. انت نورتني. ربنا يخليك. الحلقه الجايه او اللي بعدها بالكتير هنكون نازلين على ارض الواقع في مكان زي كده، واتمنى حضرتك تكون متواجد إن معانا الله بحيث ان احنا نتكلم في كل التفاصيل ونشوف بقى الحقيقه العماره او حقيقه العماره المصريه القديمه بجد. عشان كده احنا بنقول ايه؟ دعوه لجميع مهندسي مصر العباقره. ارتدوا الى البيئه، لان البيئه فيها خامات احسن بكتير جدا من البيئة صحيا المصنعة. من البيئه المصنعه. بشكرك جدا دكتور خالد. شكرا ليك. طبعا بشكر دكتور خالد سعد مدير الاداره العامه لاثار مقابر التاريخ. وزي ما انتم شفتوا طلعت الاهرامات في الفقره دي بنايه حديثه اللي كان بيحصل فيها حاجات كتير جدا، وناس بتقول ان البنا ده بنا فضائي وبنا مش عارف ايه وايه 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 وايه، وإيه ومش عارفين مشاكلها او مش عارفين بالظبط اتبنت ازاي. لا انا عايز اقول لكم ان في عماره مصريه وما قبل التاريخ الخاص حتى ببناء الأهرام. بشكركم أعزائي المشاهدين في حلقة قليلة من برنامجكم عقار مصر. شكرا لكم.